ومحمود كمان عايزك تكلمني انت بقى، ابدا معاك بفكره تشكيل الموسم من وجهه نظرك. تمام، التشكيل الافضل للدوري المصري السنه دي وهو بناء على، هو رايي في نفس الوقت، بناء على ارقام وبناء على المستوى وبناء على اللي تقدم والتاثير، وده شيء مهم جدا. لان مثلا ببساطه شديده قبل ما نبتدي، احمد شناوي هو اكتر حارس في الدوري السنه دي طلع بكلين شيت، بس احمد شناوي مستواه ما كانش بصراحه من افضل المستوى. هو بالمناسبه يعني حراس السنه دي كلهم ما كانش فيه يعني استمراريه في شكل كبير، فموضوع الحراس ده يعني انا اختلفت فيه شويه كده. فتعال نشوف التشكيل الافضل. مع مين؟ مع نفسك؟ اختلفت فيه اصلا. اقول محمد شناوي ما لعبش كتير وكان ليه خطأين 23، مصطفى شوبير ما لعبش كتير، فانا عملت تشكيل اساسي وتشكيل احتياطي. ماشي، حراسه المرمى محمد بسام، باك رايت محمد الشيبي، ما اعتقدش ان في طبعا باك رايت السنه دي كان افضل من محمد شيبي. اتنين مساكين، محمد عبد المنعم واحمد سامي. محمد عبد المنعم طبعا هيوحشنا بشكل كبير، احمد سامي على فكره ارقامه كبيره جدا السنه دي. وجونسون طبعا الباك ليفت اللي كلام كبير جدا نادي الزمالك خلص معاه، واحد من اقوى الباكات ليفت اللي شفتها بصراحه في الدوري المصري من اجانب. وطبعا المكان ده طول عمره محجوز لعلي معلول، ولكن علي متعور ربنا يشفيه والسلامه، فدخل جونسون لان اخر 7 أو 8 سنين اكيد علي معلول في المكان ده. في وسط الملعب حطيت مروان عطيه، معتز الدم مع النادي المصري، لعب السنه دي موسم اكتر من رائع. امام عاشور تأثيره السنه دي مع النادي الاهلي كان اكتر من رائع من اول مباراه. والثلاثه اللي قدام هم اللي ممكن يبقى عليهم الخناقه شويه. اسامه ابو علي طبعا حد يقول لي فيستون مايلي، اسامه ابو علي موجود هو الفيرود الاساسي، اسامه عامل اللي عمله السنه دي ما حدش عمله، وفيستون مايلي موجود احتياط. تعال بقى نتكلم على عبد الرحمن مجدي وصديق اوجول. ممكن جماهير النادي الاهلي تقول لك ازاي حطيت صديق اوجول وما حطيتش حسين الشحات؟ الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه ازاي حطيت عبد الرحمن مجدي ما حطيتش زيزو؟ ايوه، زيزو لعيب انت عارف انا رايي فيه، انا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، بس عبد الرحمن مجدي السنه دي اللي عمله بناء على قوه الاسكواد بتاعت نادي الاسماعيلي ومدى تاثير عبد الرحمن مجدي ومدى تاثير اهداف عبد الرحمن مجدي، فرقه الاسماعيلي كلها عبد الرحمن مجدي بيشدها عشان يعملوا الهجمه. الراجل دريبلر كويس جدا، تصويب كويس جدا، يقدر يعمل كل حاجه في الكوره. عبد الرحمن مجدي من اكبر المواهب اللي موجوده في مصر، هو اكتر لاعب، بس انت اللي محتاج يظبط الدنيا شويه. عبد الرحمن مجدي ممكن يروح في حته ثانيه. هو اكتر لاعب عمل مراوغات السنه دي، ده حقيقي، واكتر واحد عمل مراوغات ناجحه في الدوري المصري. الناحيه الشمال صديق اوجولا مرعب، 18 مساهمه، رقم كبير جدا، اقرب رقم ليه في لعيبه في الاجنحه، اللي هو 6-7 اجوان فرق. فصديق اوجولا انا بالنسبه لي كان رائع. فدي التشكيله الافضل من وجهه نظري. دي تشكيله محمود شاكر، تشكيله اسلام عزت، هو تقريبا غش من نص التشكيل اصلا، نص عشان هم هو طبيعي قالوا لي ان هو غش، قال لك 70%. انت جاي توقع الناس؟ لا لا، طبعا خلينا نقول في الاول انا كنت محتار شويه ما بين الشناوي ومصطفى شوبير، لكن محمد الشناوي محمد الشناوي، لكن مصطفى شوبير كان اساماته الافضل في دوري ابطال افريقيا، عمل بطوله عظيمه يعني عكس الشناوي لعب الجزء الاكبر. انا اخترت عمر جابر باك يمين. انا وجهه نظري عمر جابر ادى موسم رائع في نادي الزمالك، واحده من افضل مواسمه من فتره طويله جدا. باك شمال جوناسان، متفق تماما مع محمود، ويمكن هو افضل باك ليفت بفارق كبير. عمر جابر كان احسن من الشيبي السنه دي؟ الامطار الاخيره للشيبي، يعني خلينا نقول ان الشيبي من اول مباراه بيراميدز الاولى وهو امام الاهلي وهو ليس الشيبي. طبعا. ودي خليني بس اقول لما تبقى في الامطار الاخيره وما تاديش بالشكل اللي يحسم البطوله او تضيع منك تحت ضغط. انا الماتش الاهم اللي كان المفروض يبقى متواجد فيه اللي خلاص الماتشات اللي ما كانش موجود، وفي الماتش الثاني نزل وتر الماتش حتى لو كان فاضل عشان وسط الملعب. محمد عبد المنعم بلا شك هو افضل مدافع في مصر. محمود مرعي انا وجهه نظري ادى موسم رائع رغم عدم بدايته مع بيراميدز. في نص الملعب احمد القندوسي وجهه نظر عمل موسم رائع مع سيراميكا، ولازلت لحد دلوقتي مش مصدق ازاي مش هيرجع نادي الاهلي. مهند لاشين افضل عالمي. سته في مصر، ووجهه نظري لولا ما عمله وسام ابو علي السنه دي في الدوري، مهند لاشين هو افضل لاعب في مصر على الاطلاق. قدامه انا اخترت قفشه في كل اللحظات الحاسمه اللي النادي الاهلي محتاجها كان بيأدي. صديق اوجوله متفق مع شاكر برضو هو افضل جناح عموما. زيزو لولا النقط اللي لمها مع الزمالك في بدايه الموسم وقبل لولا النقط اللي شارك فيها زيزو انه يكسبها النادي الزمالك، كان الزمالك راح في حته يعني مش عايزين نقول ابعد من ابعد من مركز السادس ده بكتير يعني من 3 ل 13 رقم. كم؟ من 3 ل 13 رقم. فرقه الزمالك من غير زيزو هي فرقه ضعيفه وبائسه جدا. وفي الهجوم طبعا ولا خلاف، وافضل لاعب في الموسم هو وسام ابو علي، لكن في الاحتياطي طبعا حاطين مصطفى شوبير لعب دور كبير جدا ان هو حافظ على الحد ورجع. صبحي سليمان
تقريبا هو افضل لعيب خد مان اوف ذا ماتش السنه دي، اكتر لعيب خد مان اوف ذا ماتش السنه دي في الدوري. معتز الدين برضو متفق. كريم فؤاد وجهه نظري لحد اصابته كان مقدم موسم هايل، علي الفيل عامل موسم رائع، امام عاشور انا حط كان اختلاف ما بيني وبين قفشه، شفت ان قفشه كتير في اللحظات الحاسمه كان موجود. عبد الرحمن مجدي وفيستو مايلي وحسام حسن اللي وجهه نظري رجع مع سموحه الموسم ده 11 جون، ده رقم كبير. حسام حسن مع كامل الاحترام طبعا لنادي سموحه، حسام كان لعيب في منتخب مصر فترات طويله تقريبا 3 مواسم هو مشارك مع منتخب مصر، شايف ان حسام يستحق ان هو يروح فرقه تنافس بشكل افضل. هايل. تشكيلتك يا جيم؟ هجري في التشكيله على طول عشان ما اخدش وقت، عشان هاجي لك عشان اشرف داري كمان، عارف انت نفسك. لا لا خالص خالص والله. بص في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد الشيبي افضل ظهير ايمن بلا شك في الموسم بالكامل، بعيد قوي عن اي حد في مركز ظهير الايمن. يرد عليك يعني يا اسلام. احمد سامي ومحمد عبد المنعم، عمر جابر بن وزعمل عمل موسم ممتاز مع الزمالك في ظل سوء حاله الفريق ككل. احمد سامي ومحمد عبد المنعم جوناثان، وما بين قوسين هنا كنت حاطط بس وارد ما اتكتبتش عمر كمال. عمر كمال عبد الواحد مش عشان هو ظهير ايسر، لكن معظم اسهاماته الكتير جدا على عدد دقائق اللعب اللي لعبها كانت من مركز الظهير الايسر، سواء مع مودرن سبورت او مع النادي الاهلي. احمد القندوسي ومروان عطيه وامام عاشور ثلاثي طبقا للارقام، هم دول افضل ثلاثي موجودين في مصر. زيزو هقول نفس اللي كنت بقوله على عمر جابر، لكن بس مشكله عمر جابر ان في الشيبي موجود فرق كبير قوي في 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 المردود. زيزو هو افضل ظهير ايمن، افضل جناح ايمن في الكره المصريه، وسام ابو علي وصديق اجوله على الصعيد الهجومي مرعبين. دي بالنسبه لي التشكيله الافضل. في لعيبه كتير اجادت عشان ما اظلمش حد منهم، عبد الرحمن اللي اختاره وعبد الرحمن مجدي قدم موسم ممتاز، لعيبه كتير، لكن بالنسبه لي دي التشكيله الافضل. طيب احنا الثلاثه تقريبا اتفقنا ان القندوسي عمل موسم هايل. نفسي افهم بجد ايه الفكره انه ما يرجعش تاني نادي الاهلي؟ قناعات المدير الفني في الاهلي يا الحكم. اصل هو مشاه، عارف انت يا اسلام، هو مشاه، فهو حتى مشاه، هو مش لعيب صغير، عارف لو لعيب صغير بتمشيه بيتألق وبيرجع لك مره تانية. فهو انا شايف ان هو انت مش مقتنع، لان انت لو مقتنع ان هو عنده بالنسبه لك انت كمدير فني 50% فهو لا، هو ما كانش مشاه. ايه رايك في صديق جوله؟ افضل جناح في الدوري. حلو، اتعرض على الراجل وما وافقش عليه بكل بساطه. سهله